كل الناس من يشوف مطعم مندي حضرموت يفكرون يقدم هو بس أكلة المندي، بس هو بصراحة ضاف أكلة جديدة كل شعب العراقي يحبها. تعالوا خلينا نجربها. أول ما تدخل المطعم أنت راح تشوف هذا الطابق الأول، تعالوا خلينا نشوف طابق الثاني. وأحلى شيء بهذا المطعم الجميل هم عندهم القعدة العربية وعندهم القعدة على الطاولة. تعالوا خلينا نجرب الأكلة الجديدة اللي ضايفينها. يلا. مطعم مندي حضرموت الجميل أكيد هو ضاف الأسماك وكل أنواعها. تعالوا يا خلينا نتعرف عليهم ونتعرف على أسعارهم ضروري. سمك الحمام يجي ويا 3 أنواع من التمن فقط سعره ب 8000 دينار. سمك الفراشة يجي ويا التمن الأحمر وسعره فقط 8000 دينار. سمك القطان ويا التمن فقط سعره ب 8000. سمك الكاربي العراقي نص سمكه سعره ب 8000 دينار ويا التمن. واحلى شيء بهم اذا تريدون معون روبيان فقط سعره ب 12000. واحلى شيء بهم هماتين كل انواع الصوصات اللي انتم تريدونها هي كليتها موجوده هنا، اذا كانت حمضيات او كانت سبايسي، يعني الوحيدين بمحافظه كركوك هم ينزلون صوصات ويا الاسماك. وهسه خلينا نجرب انا وياكم سمك الحمام ونخلي عليه الصوص اللي يكون حمضيات. خلينا نشيلها بهالطريقه. اوف شوف الجمال اللي بداخلها يا الله. بسم الله. ونرجع ناخذ وياه التمن ونقول بسم الله. وهسه خلينا نجرب الفراشه. الله 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 شوف الجمال اللي بداخلها يا عيني يا عيني. خلينا نجيب هذا الصوص ونخلي بيها ونقول بسم الله. يا الله النكهة مالتها تجنن بصراحة. بس خلينا نجي على سمك القطان. الله 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 شوف 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 للجمال شوف للجمال. أحلى شيء بيهم ضايفين هنا طحينية ويا السمك تكون خاصة هي بالسمك. ناخذها ونقول بسم الله. سمك الكاريب العراقي يحب الليمون ولازم تشبعه كل الزين بالليمون. الله 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 نجي هنا ونفتحها. شوف 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 الله 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 يا عيني ده تشوفها شلونها. بسم الله. احلى شيء مطعم مندي حضرموت هم يقدمون التمن هنا خمس نوعيات، يعني اي نوعيه انتم تريدون هي راح تلقونها موجوده. خلينا نخلي الصوص السبايسي وبعدها نجي على التمن والسمك ونقول بسم الله. صراحة مطعم مندي حضرموت ضايفين أكلة السمك وأنا كلش حبيتها، يعني زوروهم وأبد ما راح تخسرون. تعالوا وياي خلنا نعطيكم عنوان مطعم مندي حضرموت وأعطيكم الأرقام للطلب والتوصيل. يلا عنوان مطعم مندي حضرموت أبد ما يتيه للطلب والتوصيل تقدرون تتواصلون وياهم على هاي الأرقام. العنوان مالته محافظة كركوك عندك هنا سايدين شارع المحافظة مقابل فندق بلازا. أكيد أنصحكم تجربون مطعم مندي حضرموت.